السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كثير منكم في التعليقات طلب مني تصوير أول جرمانة خصوصا منطقة القوس والنهضة. فاليوم كان عندي شغلة ضرورية قريب من هذه المنطقة، فرغم انشغالي قلت لازم أصور لكم شوي اللي أقدر عليه. فأتمنى أن فيديو اليوم يعجبكم. هذا محل يبيع سندويشات الفلافل والحمص، فكان سعر السندويشة 1200 ليرة، فأخذنا سندويشتين فلافل واثنين ماستر برتقال، وطلب الحساب 3500. هذا محل مشهور بأول جرمانة اسمه فروج الزين، يبيع سندويشات شاورما ودجاج مشوي وبروستد. كان سعر سندويشة الشاورما 3000 ليرة. جبت لي كمان؟ لا ما فيها. عنا مشوي وعنا بروستد. معلش ثورة؟ عنا شغيلة. ثورات؟ ما في مشكلة، بس مو هيك. العنب؟ العنب 2500. والتين؟ التين 8. شكرا. هرا التين؟ هنا كان بدنا نشتري كيلو تين، فقال البياع أنا تلخبطت، سعر التين 3500 مو 2500. بديش الشكلة؟ 2000. الجوري الأحمر بقد ايه؟ 4. هاي بتكبر ولا هيك حجمها؟ لا بتكبر. شكرا. Thank you.
قديتي؟ انت عم تصور الفواكه؟ بالثلاث. والعنب؟ العنب 2000 ليرة. لا لا تخاف. لا مش بتخاف. نحن الدولة بذاتها. الله يحميك. قد ايش صبار؟ صبار؟ الكيلو ب2000. أخذت من الملحمة مسوفة ناعمة ومسوفة خشنة ولية، فأخذت من كل حاجة ب2000 ليرة عشان يبقى عندي بالفريزر متى ما احتجت إني أطبخهم ألقاهم موجودين عندي. وهذا شارع النهضة. Thank you.
إلى هنا وصلنا لنهاية المقطع، أتمنى يكون أعجبكم. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.